أهلا بكم في أخبار في دقيقة. مرتضى منصور: تفوقت على الخطيب وقرار استكمال الدوري ليس بيدي. مرتضى منصور يتحدث عن تفوقه على محمود الخطيب. أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن قرار استكمال فريقه لباقي مباريات الدوري المصري في يد أعضاء الجمعية العمومية والمدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرو. وكان مرتضى منصور قد أكد خلال تصريحات سابقة على أنه يرفض استكمال مسابقات الدوري المصري مطالبا بإلغاء الموسم خوفا من تعرض لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا. وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: قرار استكمال الدوري يرجع للجمعية العمومية والمدرب كارتيرون، وهيبة الدولة ليست في عودة مسابقات الدوري، ولكن بما حدث من أعضاء الجمعية العمومية للزمالك وتواجدهم اليوم بمقر القلعة البيضاء. رئيس الزمالك تابع: محمود الخطيب رئيس الأهلي يريد استكمال الدوري لأنه يريد بطولة قبل الانتخابات، وخلال عهدي حققت 30 بطولة في جميع الألعاب ومنهم 11 بطولة في كرة القدم، وتفوقت على الخطيب بحصولي على 5 بطولات مقابل 3 له. مرتضى واصل: اليوم يعد عيدا لكل جماهير الزمالك بعد حضور الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية رغم درجة الحرارة، ولا يهمني من قال نعم أو لا، ولكن الأهم هو الاستجابة بالتوافد، وأتوقع أن الأعداد ستزيد في اليوم الثاني. منصور تحدث عن الانتخابات حيث قال: الانتخابات الماضية استطعت أن أكتسحها بجدارة، وتم تزوير الفرز ليلا لإسقاط أحمد مرتضى رغم علمي بأنه كان مكتسح التصويت هو الآخر. مشاهدة ممتعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة.